السلام عليكم. اليوم راح نتكلم إن شاء الله في الباب الثاني من المساق اللي بيتكلم عن النهايات والاتصال. بداية راح نعرج على بعض المفاهيم الرياضية والمقادير الجبرية اللي بتتعلق بالمقادير الجبرية. كيف اليوم بدنا نشوف أولا كيف بدنا نحلل المقدار الثنائي. عندي رقم واحد اللي هو التحليل بإخراج العامل المشترك. طبعا قبل ما نحكي ناخذ مثال مباشرة، ومن خلال المثال راح نوضح فكرة كيف عملية التحليل بتتم أو الاختزال بتتم. في عندي مثال بيقول لي إكس تربيع ناقص إكس، كيف هذه؟ طبعا راح ناخذ عامل مشترك. لو جينا هنا حناخذ عامل مشترك من الإكس تربيع ومن الإكس، هيصفي عندي على شكل إكس مضروب في إكس ناقص واحد. هذه بنسميها اللي هو إخراج عامل مشترك. العامل المشترك عندي في المقدارين، في المقدارين الجبريين عندي اللي هو مقدار X أو قيمة X. في المثال الثاني لو شفنا 6X تربيع ناقص 2X بتساوي، طبعا هذا راح يساوي هذا المقدار. لو أخذنا 2X من الطرفين أو من المقدارين الموجودين عندي، نلاحظ أنه 2X حيصفى عندي في المقدار الأول 3X، لأنه 2X في 3X هي 6X تربيع. وطبعا 2X لما ناخذ منها 2X عامل مشترك بصفي عندي كام؟ واحد. وبالتالي بصير 2X مضروبة في المقدار هذا ككل اللي هو 3X ناقص واحد. المثال الثالث عندي X تكعيب زائد 2X اللي بيساوي X تربيع، هناخذ من X تكعيب هناخذ X، فهيصفي عندي إنها X تربيع. والاثنين X لو أخذنا منها X بتصفي عندي كام؟ 2. المثال الرابع 8X تكعيب ناقص 2X. لو أخذنا، لاحظنا أنه ممكن نقدر ناخذ 2X من المقدارين الموجودين عندي أو من الحدين اللي موجودين عندي اللي هو 2X، هيصفي عندي 4X تربيع، 4X تربيع. و2X لما ناخذها عامل مشترك بضل عندي كام؟ واحد. وبالتالي هذه المعادلة حتساوي 2X مضروب كله في الحد أو في المقدار 4X تربيع ناقص واحد. نشوف رقم 2 اللي هو تحليل الفرق بين مربعين. تحليل الفرق بين مربعين، هذه المفاهيم كلها بسيطة مرت علينا قبل هيك، لكن احنا بنحاول نذكر فيها فقط لحتى انه راح نستخدمها بعد هيك. تحليل او التحليل الفرق بين مربعين، طبعا الفرق بين مربعين على شكل مربع كامل A تربيع وB تربيع، وفي إشارة الفرق بيناتهم اللي هو إشارة الماينس أو إشارة السالب. إذا A تربيع ناقص B تربيع، هذه لو أخذنا منها أو حللناها على شكل A ماينس B أو A ناقص B في A زائد B في A زائد B. حاول تتأكد من هذه العلاقة، اضرب المقدارين هدول ضرب عادي في بعضهم، هيطلع معك A تربيع ناقص B تربيع، بمعنى إنه A في A هتساوي A تربيع، A في B A B، وهنا ناقص B في A ناقص B في A اللي هي نفسها اللي هي A في B. وبالتالي سالب مع موجب بكنسل مع بعض، بروحوا مع بعض، بضل سالب في موجب سالب، وبي في بي بي تربيع. بالتالي هذا هو تحليل الفرق بين مربعين. في عندي بعض الأمثلة البسيطة عليه، هناخذ مثال رقم 2 مباشرة ونشوف كيف ممكن نتعامل معه. اللي هو عندي x أس 4 ناقص 16 x ناقص 16. طبعا x أس 4 ممكن أخليها على شكل تربيع اللي هو x تربيع، والكل أس 2 ناقص 4 والكل أس 2. إذن صار عندي المقدار الأول x تربيع الكل تربيع وأربعة الكل تربيع. إذن هذا عندي فرق بين مربعين، فرق بين مربعين بقدر أحلله على شكل x تربيع ناقص 4 المقدار الأول ناقص الثاني مضروب في المقدار الثاني زائد المقدار أو المقدار الأول زائد المقدار الثاني، بمعنى x تربيع ناقص 4 في x تربيع زائد 4. بقدر أيضا كمان أحلل كمان مرة، بلاحظ أنه أنا عندي ممكن يكون على شكل اللي هو فرق بين مربعين، فرق بين مربعين x تربيع والأربعة بخليها 2 أس 2 2 أس 2، إذا بصير عندي x على حسب القاعدة x ناقص 2 في x زائد 2.
وبالتالي هذا بقدر احللها المقدار الاول او القوس الاول بقدر احلله على شكل فرق بين مربعين. هنا مجموع مربعين بخليها زي ما هي x تربيع زائد 4. اذا هذا مثال بوضح فكره عمليه تطبيق كيف الفرق بين مربعين، وباقي الامثله ممكن تعرج عليهم بشكل بسيط. عندي تحليل الفرق بين مكعبين. الفرق بين مكعبين، لاحظوا في الفرق بين المكعبين القاعده بتقول انه A تكعيب ناقص B تكعيب هيساوي A ناقص B المقدار الأول ناقص المقدار الثاني مضروب في A تربيع زائد A في B زائد، لاحظوا زائد A في B زائد B تربيع زائد B تربيع. ناخذ مثال ونشوف كيف نطبق هذه القاعدة. نشوف مثال رقم 3. نشوف مثال رقم 3 8 x تربيع، طبعا الامثله كلها تقريبا نفس الفكره بتادي نفس الغرض. راح ناخذ مثال رقم 3 حتى نوضح الفكره او كيف نطبق هذه القاعده. 8 x تكعيب ناقص 27. شوف مثال رقم 3 اللي راح يساوي ال 8 x تكعيب، ال 8 هي 2 اس 3، يعني 2 في 2 في 2. 2 في 2 في 2 هي كم؟ 8. إذا هي 2 أس 3 والإكس تكعيب هي إكس أس 3، إذا كأني بقدر أقول على حسب قوانين الأسس إنه 2 إكس والكل أس 3. بالنسبة لل 27 طبعا هي السالب سالب، بالنسبة لل 27 هي 3 في 3 في 3 بيطلع 27، وبالتالي 3 أس 3 بقدر أكتبها على شكل 3 أس 3. لاحظوا أنا إنه صار عندي فرق بين مكعبين. نطبق القاعدة مباشرة على حسب القاعدة من فوق. هنا المقدار الأول أو الحد الأول ناقص الحد الثاني اللي هو 2x ناقص 3 في الـ A تربيع 2x الكل تربيع يعني 4x تربيع زائد A في B. A في B الـ A عندي 2x والـ B عندي كام؟ 3، يبقى 6x 6x زائد عندي اللي هو كام؟ B تربيع على حسب القاعدة، البي هي 3 فالبي تربيع بتساوي كام؟ 9. اذا بكون هيك انا حللت المقدار اللي هو الفرق بين مكعبين. نشوف مثال رقم 4 بقول لي اكس اس 4 ناقص 8 اكس ناقص 8 اكس. لاحظوا انه ممكن انا استخدم هنا خطوتين او عمليتين مع بعض. العمليه الاولى اللي حناخذها اللي حنعملها حتكون هي انه ناخذ عامل مشترك من الطرفين، موجود عندي هنا اكس وموجود عندي هنا 4 او اكس اس 4. بقدر اخذ اكس عامل مشترك بضل عندي اكس اس 3 ناقص 8. لاحظوا انه ال 8 هي تساوي 2 اس 3 يعني بمعنى 2 في 2 في 2. فحيصير عندي اللي هو الفرق بين مكعبين. بقدر اطبق القاعده مباشره انه اكس طبعا الاكس الاولى هذه زي ما هي ما بصيرش عليها تغيير، بصير عندي هنا اكس ناقص 2 وهنا اي تربيع اللي هي اكس تربيع زائد اي في بي 2 في اكس 2 في اكس الحد الاول في الثاني زائد البي تربيع اللي هو 2 4. بنكون هيك عملنا تحليل للمقدار، تحليل للمقدار. طيب نشوف تحليل مجموع مكعبين. لاحظوا في الفرق بين المكعبين كانت الاشاره سالب، كانت الإشارة هنا موجب وهنا A ناقص A ناقص B A ناقص B زي ما في المثال هذا. بمعنى أنه هنا حتكون لو كانت الإشارة هنا سالب هنا A ناقص B وهنا A تربيع زائد A في B زائد B تربيع، لكن في حالة ما يكون عندي مجموع مكعبين الإشارة راح تكون A زائد B في الحد الأول أو في المقدار الأول، وفي القوس الثاني حيكون عندي اللي هو A تربيع ناقص A في B زائد B تربيع. نشوف مثال ونحاول نشتغل هذا مثال إحدى الأمثلة اللي موجودة عندي. ناخذ اللي هو المثال الثاني، طبعا التدريب حاول بنفسك لكن احنا ممكن نحل اللي هو نفس الأمثلة طبعا السابقة، ممكن نطبق عليه هذا المقدار انه X تكعيب المفروض انه حيكون عندي احنا بدنا ناخذ بزائد، حيكون عندي زائد حتى نجيب اللي هو المجموع مكعبين. لو اخذنا المثال رقم 4 اللي هو اكس اس 4 ناقص 8 اكس، لاحظوا
امسك ورقه وقلم، حاول تمسك ورقه وقلم تكتب معايا انه اكس هناخدها عامل مشترك. شو هيصفى عندي؟ اكس تكعيب زائد 8، اكس تكعيب زائد 8، بمعنى ال 8 طبعا 2 اس 3، فهتصير اكس اس 3 زائد 2 اس 3، اكس اس 3 زائد 2 اس 3، هتكون على شكل اكس زائد 2 في الحد الاول، اكس زائد 2 في الحد الثاني، هتكون اكس تربيع ناقص 2 في اكس زائد كام؟ زائد 4، زائد 4. هذا المقدار اللي هو او مثال، حاولوا طبعا بالنسبه للواحد واثنين وثلاثه مع تغيير الاشاره انه يكون فرق بين مكعبين او مجموع مكعبين. نشوف حاجه في ثانيا، نشوف تحليل المقدار الثلاثي، تحليل المقدار الثلاثي. طبعا في عندي على صوره او المقدار الثلاثي اللي على صوره انه بي في السي، طبعا بي والسي لا يساوي نشوف تحليل المقدار الثلاثي، ناخذ مثال ومن خلال المثال نوضح الفكره، في عندي مثال بقول لي اكس تربيع ناقص 3 اكس ناقص 4، ناقص 3 اكس ناقص 4. نحاول انه نحلل هذا المقدار، نتطلع اول شيء نتطلع على اللي هو اشاره الحد المطلق، اللي هي ايش؟ سالبه. عندي الاشاره سالبة اللي هي الأربعة إشارته سالبة. طبعا هناخد عددين، أو خلينا نبدأ من عند الإكس حتى ما يصير عندنا لبس في التحليل. الإكس طبعا هي إكس تربيع، ممكن نكتبها على شكل إكس في إكس، إكس في إكس هي إكس تربيع. الخطوة الثانية هنطلع على الأربعة، الأربعة عندي اللي هي هنحللها لرقمين، حاصل طرحهما او لو طرحناهن من بعض هيطلع معي مين؟ معامل الاكس اللي هو البي. يعني باخذ الاربعه بحاول اكتبها على شكل رقمين، لو طرحناهن من بعض هيطلع معي الرقم كام؟ 3. فالاربعه بقدر اكتبها على شكل 4 و1، 4 و1، 4 ناقص 1 كام؟ 3، 4 ناقص 1 كام؟ 3. اذا حنيجي الان لمين؟ للاشارات. هتطلع هلاحظ انه الاشاره سالبه، اذا بحط امام الاربعه، بحط امام العدد الكبير الاشاره السالبه، وامام العدد الصغير الاشاره الموجبه، نعيد ثاني من خلال المثال الثاني، المثال الثاني بقول لي طبعا نفس الفكره، انه عندي اكس تربيع زائد اكس ناقص 6، هنطلع هناخد الاكس تربيع هذه على شكل اكس واكس، نيجي للستة، الستة بدي انا اكتبها على شكل حاصل رقمين عددين، لو طرحناهن من بعض العددين بدي يطلع الرقم معامل الاكس اللي هو البي، معامل الاكس. الستة لو كتبتها 2 و3، 2 في 3 او 2 و3، بيطلع حاصل طرحهن 3 ناقص 2 1، 3 ناقص 2 1. إشارة السالب عندي هنا لمين؟ لا اللي هو الستة. الإشارة عندي هنا إيش؟ موجبة. بخلي العدد الكبير اللي أخذته هو اللي قدامه الإشارة الموجبة، والاثنين عشانها عدد صغير، لأنها عدد صغير بحط قدامها الإشارة السالبة. إذا بصير عندي على شكل إكس ناقص 2 في إكس زائد 3، نشوف هنا المثال رقم 3، إكس تربيع، ناقص 5x ناقص 6، أول شيء حناخذ x وx، هي x وهي x. الآن الستة بدي إياها على شكل رقمين، لو طرحناهن من بعض يطلع 5، هحط 6 و1، 6 ناقص 1 بيطلع كام؟ 5. الإشارة سالبة، ما دام الإشارة سالبة بحط أمام العدد الكبير إشارة السالب، والعدد الصغير إشارة الموجب. على يعني انا بحط الاشاره على اساس اشاره الحد اللي هو معامل الاكس، انه انا يكون وين السالب وين الموجب. وبالتالي 6 ناقص 1 اللي هو 5، سالب 6 ناقص او زائد 1 هي مين؟ كلها مع بعضها السالب 5. لو بدنا نيجي بطريقه ثانيه طبعا نحكي هذا الكلام. في عندنا مثال رقم 4، نشوف اكس تربيع ناقص 4 اكس ناقص 12،
ناقص 4x ناقص 12. اول شيء x وx خلصنا منها. نيجي الان ل 12. 12 بديها تطلع على شكل 4 اللي حتكون كان 6 6 في 2 او 6 ب 2 بيطلع 6 ب 2 12 و6 ناقص 2 هي كم؟ هي كم؟ 4. 6 ناقص 2 4. اذا نيجي للإشارة هنا كم؟ سالبة. اذا مباشرة بروح عند الستة بحط إشارة السالب وعند 2 بحط إشارة الموجب. بحط إشارة الموجب. طيب نشوف انه يكون نشوف إشارة أو الحالة الثانية إنه تكون إشارة الحد المطلق مالها موجبة. الحد المطلق اللي هو الحد اللي ما فيش فيه إكس، بس في الحد المطلق اللي هو أنا بالنسبة لنا 3 6 2 12. لاحظوا إنه الإشارة دائما مالها إشارته موجبة، إشارته موجبة. طبعا والإشارة هنا عندي ممكن تكون سالبة إشارة البي أو معامل الإكس يكون إشارته سالبة أو إشارة موجبة. على الأمر حنتعامل مع الحالتين ونشوف إيش ممكن يطلع معنا. هنلاحظ إنه إكس هنا إكس هاي إكس، بعدين الثلاثة ثلاثة في واحد ثلاثة في واحد، وحاصل جمعهما الآن بدنا نجمعهن لأنه أنا عندي ثلاثة في واحد بدي أجمعهن بحيث يطلع الناتج كام، لأنه أنا عندي موجب، بحيث يطلع الناتج كام؟ أربعة. فثلاثة وواحد هي أربعة. لاحظوا الإشارة سالب، بحط الإشارتين سالب حتى يصير عندي سالب واحد وسالب ثلاثة هي كام؟ هي السالب أربعة، هي السالب أربعة. نشوف بالنسبة لمين؟ للمثال الثاني. نشوف المثال الثاني. عندي إكس تربيع زائد خمسة إكس زائد ستة. هناخد مقدارين، نحلل المقدار الأول إكس في إكس، المقدار الثاني اللي هو الستة اللي هو 2 في 3 2 في 3. ولاحظ بده يكون مجموعهم لأنه 6 موجب، الستة إشارتها موجبة. حاصل مجموعهم قديش بده يساوي؟ 5. حاصل مجموعهم بده يساوي 5. ف 2 في 3 6 وحاصل مجموعهم بيساوي 5. إذا بصير عندي x 3 x 2. نيجي للإشارة. الإشارة عندي موجبة والإشارة هنا موجبة، إذا بحط الإشارتين موجبات على أساس أنه يصير عندي 2x و 3x هنا 5x 5x. نشوف عندي هنا الإشارة في رقم 3 إشارة الحد المطلق موجبة والإشارة هنا سالبة. الاثنين بكتبها على شكل 2 في 1 والإشارة سالبة، إذا حيصير عندي سالب سالب، وهنا الx x طبيعة الحال، إذا بصير عندي x ناقص 2 في x ناقص 1. نيجي للمثال الأخير رقم 4 x تربيع ناقص 7 x زائد 12. 7 x زائد 12. طبعا x هاي x وهي x. عندي ال 12، ال 12 عشان أخلي حاصل أو أكتبها على شكل رقمين، حاصل ضربهم 12 ومجموعهم كام؟ 7. ومجموعهم كام؟ 7 اللي هو 3 و 4. 3 و 4. الإشارة عندي موجب هنا، إذا الإشارة عندي موجب، إذا بكتب موجب هان وموجب هان، بصير عندي x زائد 3 و x ناقص 4. في عندي طبعا كل هذا تقريبا شبه مراجعة أو تذكير باللي هو التذكير بالفرق بين مكعبين والمجموع مربعين أو الفرق بين مربعين. أشياء بسيطة كلها مرت علينا، بس آخر شيء خلينا نحكي عنه الأعداد المترافقة. كيف نقول العدد هذا؟ نضرب في المرافق بحيث نتخلص من الجذور. إحنا عادة بنضرب في المرافق حتى نتخلص من الجذور. نسمي العددين أو المقدارين جذر الـ A زائد جذر الـ B وجذر الـ A ناقص جذر الـ B، عددين مالهم مترافقين، غيرنا الإشارة من موجب إلى سالب. طبعا إذا كان حاصل ضربهما، طبعا إذ أن حاصل ضربهما هو الـ A ماينس B. طبعا لو ضربنا هذول المقدارين في بعض حيطلع معي A ناقص B اللي هو على شكل الفرق بين مربعين. لو قلنا الفرق بين مربعين على قاعدة الفرق بين مربعين، الأول ناقص الثاني في الأول زائد الثاني، لو حاصل ضربهم حيطلع A ناقص B. في عندي مثال على اللي هو الأعداد العدد ومرافقه أو المقدار ومرافقه. نشوف العدد جذر الإكس ناقص واحد، مرافقه طبعا جذر الإكس ناقص واحد، لو ضربناهن في بعض حيطلع إكس ناقص واحد، حيطلع إكس ناقص واحد. هنا عندي إكس ناقص جذر الخمسة في إكس زائد جذر الخمسة، حيطلع إكس ناقص اللي هو خمسة، الإكس ناقص أو الإكس تربيع ناقص خمسة.
هيطلع اللي هو العدد اكس تربيع ناقص الخمسة. هنيجي هنا لا اللي هو جذر الاكس زائد جذر الثلاثة، العدد المرافق تبعه لجذر الاكس ناقص جذر الخمسة، لو ضربناهم في بعض هيطلع اكس ناقص اللي هو ثلاثة، اكس ناقص ثلاثة، وهكذا. حاولوا تجربوا باقي المقادير. في عندي تدريبات على اللي هو التحليل، هذول بتحاولوا انه تحلوهن، تتدربوا عليهم وتحلوهن. أسئلة بسيطة ما فيش فيها اي مشاكل. نيجي الآن لا اللي هو النهايات، اللي احنا بدينا الدرس وقلنا اليوم انه راح نتكلم عن النهايات. النهايات دائما احنا بنقول الاقتران، بدنا ندرس سلوك الاقتران، بدنا ندرس سلوك الاقتران.